مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سنيكرز كيك. عنا 3 بيضات، كوب طحين نخلتن اكيد، كوب سكر، نص كوب كاكاو، فانيلا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، نص كوب مي، زيت نباتي. هيدا الكوب اللي عيرت فيه كل المقادير، السكر والكاكاو والمي والزيت والطحين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط السكر فوق البيض، حوالي ملعقة صغيرة فانيلا، بخفقن على سرعة عالية ليدوب السكر. بس داب السكر بحط المي، الزيت، حطيت البيكنج باودر والملح، الكاكاو، بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي طحين. انتهينا من الخفق. هلأ عندي قالب دهنته زبدة، وفينا نستبدل الزبدة بورق الزبدة. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180. هلأ بدخل الكيك على الفرن. هذا الكيك بعد ما خبزته بالفرن 35 دقيقة لل40 دقيقة. لنكفي أنا وياكم الطريقة. عنا هون فستق حمصتهم بالفرن، 150 ملي حليب، 3 معالق طعام سكر بودرة، 3 معالق طعام كاكاو، جبنة ماسكربوني، وكراميل وكريمة. أول شي بدي أخفق الكريمة. بسم الله. بحط السكر بودرة كمان والكاكاو وبخفق. بسم الله. بحط الكريمة على جنب لبلش تزيين بالكيك. بشيل الكيك من القالب، بقصه جالس اكيد للكيك. كمان على النص، كمان بقص على النص. هذا الشكل. بسم الله. بحط كراميل على أول طبقة، بدهنها بهذا الشكل. وبرش فستق كمان، بدهن هيدي الطبقة كراميل. بحط فوق الكريمة حوالي 100 جرام من الجبنة. بحركن مع بعض منيح.
فيني اعملهم على سرعة خفيفة على الخلاط الكهربائي. خلصنا، هلا بحط كريمة على الكراميل. وبحط هيدي الطبقة على هيدي الطبقة بهذا الشكل. بغطي الكيك بالكريمة أكيد. بحط كريمة بالكيس هلأ منزين مع بعض الكيك. عندي فستق نعمتن شوي بهيدا الشكل لكفي فيهن التزيين. هلا حطينا الفستق بهيدا الشكل، بدي حط كمان كريمة بالنص. هيدي الطريقة بدي سخن هول الكراميل اللي بقيوا ورش زين على الوجه. سخنت شوي الكراميل شي خفيف ليصير سائل لأقدر زين فيه. حطن بورق زبدة بدنا نشوف مع بعض كيف طلع الكيك من الداخل. بسم الله، لازم احط الكيك بالبراد لتجمد الكريمة شوي. بسم الله، هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف روعة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.